وحول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور حنا فرح، طبيب أطفال وأخصائي الأمراض المعدية لدى الأطفال. أهلا وسهلا بك دكتور حنا. أهلا فيك، أهلا فيك مازو، أهلا وسهلا بالمستمعين. إذن أين وصل النقاش في وزارة الصحة أو لدى الطواقم المخولة في مكافحة فيروس كورونا في البلاد حول منح ويعني إتاحة هذا التطعيم في البلاد؟ هو في الطريق لإعطاء التطعيم طبعا بعد ما أثبت نجاعته بالتجارب. طبعا احنا نحكي عن تطعيم فايزر للأطفال من جيل 5 لجيل 11 سنة، واحنا باتجاه التطعيم ان شاء الله خلال جمعتين ثلاثه ببلش التطعيم. طبعا هناك في ترتيبات لوجستيه، والمهم الاصعب طبعا راح تكون اقناع الاهل بتطعيم الاولاد. نعم، وكما قلت بالفعل يعني المهمه لربما الابرز والاصعب هي اقناع الاهل الذين هم يعني سيقررون عن اطفالهم اذا كانوا يودون يعني منحهم التطعيم ام لا. برايك كيف ستنجحون في اقناع يعني انتم كطواقم طبيه وايضا وزاره الصحه، هل ستنجح في اقناع الاهل في يعني تطعيم ابنائهم؟ طبعا هي مهمه مش سهله، يعني احنا نقرر على حالنا نطعم اهون بكثير من نقرر على اولادنا طبعا انه يطعموا، ولكن انا حسب رايي المفتاح هو الاعطاء كافه المعطيات وكافه الشغلات اللي احنا بنعرفها عن الفيروس وعن المرض وعن التطعيم نفسه للاهل بشفافيه كامله، اعطائهم المعلومات شو المرض بيعمل عند الاطفال وشو التطعيم بيحمي وكيف بيحمي من هذا المرض. احنا بنعرف طبعا انه مرض الكورونا عند الاطفال هو بشكل عام اغلب الاطفال يعني بغلطوا المرض ببساطه عوارض طفيفه جدا، ولكن في اولاد كثير صابها عوارض صعبه لوصلت للمستشفيات وللتنفس الاصطناعي عند الاطفال. طبعا غير المرض نفسه بعد ما يمرضوا من المرض في بعد جمعتين ثلاثه ممكن يصير من حاله احنا بنقولها متلازمه الالتهاب متعدد الاجهزه، اللي هي بعد جمعتين ثلاثه من المرض نفسه نتيجه لردة فعل جهاز المناعه ممكن يصير التهاب بالقلب بالامعاء بالريات بجهاز الاعصاب، وهي كمان واحده من الظواهر اللي بنشوفها عند الاطفال. نعم، اذا انت تقول يعني لكل من يعتقد بان الكورونا لا تؤثر على الاطفال مثل يعني كبار السن او يعني من هم في جيل البلوغ فيعني بانه هناك من يتاثر من ايضا لدى الاطفال من الكورونا. اكيد طبعا، طبعا هي نسبه اقل من البالغين، ولكن مهم جدا يعرفوا الاهل انه في مرض اسمه مرض كورونا او مرض التهاب متعدد الاجهزه اللي بيجي بعد مرض الكورونا. يعني اذا ولد انصاب بفيروس الكورونا بعد جمعتين ثلاثه من المرض نفسه في احتمال يصيبه هذا المرض الالتهاب متعدد الاجهزه، اللي هذا المرض بيصيب الاطفال وبنتج عنه التهاب بعضله القلب زي ما قلنا، التهاب بالامعاء، حم، نزول في ضغط الدم الى ما هنالك. شغلة تانية كمان شفناها بالأطفال بآخر سنة طبعا إنه الأطفال اللي بنصابوا بالكورونا في قسم كبير منهم بيضلوا مع عوارض اللي ما كانتش موجودة قبل ما ينصابوا بالفيروس. يعني الولد بنصاب بالكورونا بعدين بيصير عنده تعب بأي جهد بسيط، بيصير عندهم دوخة، وجع راس، وجع بالعضلات إلى ما هنالك. هاي بنقول إحنا لونج كوفيد. وهل هناك تأكيد بأن للتطعيم لا يوجد عوارض على الأطفال؟ يعني بالفعل يعني وافقت الـ FDA على هذا التطعيم ومنحه للأطفال، ولكن هناك من يقول بأنهم لم يجروا التجارب اللازمة على الأطفال ويعني فحص التأثيرات طويلة المدى. صحيح، طلع هو التجارب اللي انعملت بتضلها على عدد قليل، يعني هي التجارب أكثر بدها تنعمل بعد وبعد، وراح يمكن نشوف عوارض بعد ما نعطي التطعيم. بس اكثر طبعا ظاهره اللي كثير مقلقه للاهل هي الالتهاب بعضله القلب، اللي هي شفناها في لها يعني في للتطعيم تاثير عليها، ولكن هو تاثير ضئيل اذا بتقارنه انت مع الفيروس نفسه. يعني في اغلبهم كانوا من الاولاد الذكور من جيل 16 لجيل 19 سنه، وكان عندهم التهاب بعضله القلب بعد تطعيم ضد الكورونا، ولكن الكورونا نفسها تعمل هذا المرض بعضلة القلب 6 أضعاف ما إنه بيعمله التطعيم. يعني التطعيم ممكن يحمي من هذا المرض. نعم. أضف إلى ذلك إنه غالبية الأولاد اللي صاب التهاب بعضلة القلب من التطعيم أكثر من 95% كان التهاب جدا خفيف وراح من دون أي علاج.
نعم وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك دكتور حنا فرح طبيب أطفال وأخصائي الأمراض المعدية لدى الأطفال، شكرا جزيلا لك.